معنا لنتابع الجزء الأخير من ساعة الحقيقة مع ضيفنا الصحافي غسان سعود. بونسوار غسان. رح نفوت بالبعد السياسي والوطني لملف المهجرين. برأيك نحن بنعرف أنه صار في سلسلة مصالحات، شو الفرق بين المصالحة اللي صارت بال2001 والمصالحة اللي صارت بال2014؟ لا، المصالحات كلها هي بتكرس النهج ذاته. يعني في واحد استخدم المهجرين للسرقة ولبناء زعامته، وتلاقي له رجال دين مسيحيين وأفرقاء مسيحيين مختلفين يمضوا له على بياض على السرقة وعلى تكريس زعامته. نحن مشكلتنا موضوع المهجرين شو هو؟ في واحد طلع فلل الناس وهجر الناس ودبح الناس واحتل بيوتهم للناس، رجع إجا عمل له فتوى رفيق الحريري بالحدود 90، قال له أوكي أنا بعطيك صندوق لتدفع للي هجروا الناس. طيب، واجت البطريركيه المارونيه كرست هذا الموضوع، وبعدين تلاقي افرقاء سياسيين مثل القوات اللبنانيه ومثل الكتائب ومثل كل النواب يلي كانوا من 90 ل 2005 كانوا عم يمضوا على بياض موافقين على هذه السياسه. سياسه هي تغيير ديموغرافيا، تغيير اجتماعي، تغيير كل شيء. نحن في دور للدوله عاطل جدا شكله وليد جنبلاط، في دور حده للكنيسه المارونيه اللي ما سالت عن اولادها يلي تهجروا وما ضغطت وقت كانت هي لحالها في هذا الملعب. يعني من 93 ل 2005 ما كان في غير البطريركية المارونية مقدمة حالها كمرجعية سياسية، وهي تفرجت على كل هذا. ومن بعد 2001، من بعد كل الفضائح، وب 2001 طلعت البطريركية لتعطي غطى لكل هذا التزوير ولكل هذا الغبن اللاحق بالموارنة وبالمسيحيين بالجبل. هون الشيء الكتير مؤسف يلي صار بهذا الملف. كل المصالحات كلها كانت بتكرس نفس الشيء، بتكرس انه نحن بدنا نمضي على بياض للي عمله وليد جنبلاط. الخطير كتير بهذا الملف انه في جيل ما بيعرف، لا بيعرف قصة التهجير ولا بيعرف قصة السرقة يلي بعد التهجير، واجوا ب 2018 او 2019 تيقلوا له بملفات الفساد ما يقربوا له على موضوع المهجرين. وليد جنبلاط بنى زعامته باول مرحلة بتهجير الناس، بنى زعامته تاني مرحلة بالاتجار بصندوق المهجرين حتى يروح يدفع للناس ليروحوا ينتخبوه. واجت الكنيسة المارونية بكل المراحل وافقت له على التهجير وعلى بناء زعامته عبر ابقاء المهجرين مهجرين. طيب غسان، هل المشكلة هي بالطبع يلي غالب عليهم؟ يعني نحن اذا بنشوف بال2019 نعمل قداس مغفرة، وبال2019 كمان صار في حادثة قبر شمون يلي هي اذا فيك فينا نعتبرها رسالة كانت للي عم يفكروا يرجعوا على الجبل انه الجبل في حدا مسيطر عليه. هل المشكلة وين موجودة؟ المشكلة باللي عم بيجرب يرجع ولا المشكلة باللي ما بده اياه يرجع؟ ليك، اول شيء وليد جنبلاط ما بده اياه يرجع، واذا بده اياه يرجع بده اياه يرجع للسقف يلي هو حاطه، بده اياه يرجع ذليل، بده اياه يرجع لعند بأمن الداخلي مسيطر عليه هو، بلديات مسيطر عليهم هو، ادارات الدوله كلها مسيطر عليهم هو، مدارس مسيطر عليها كلها هو، وبالتالي هو بده اياهم يرجعوا اذا بيروحوا بيعيشوا تحت السقف اللي هو حاطه، تحت اختياره هو للنواب، مثل ما هو بنقي النائب تبع القوات اللبنانيه، مين مسموح القوات اللبنانيه اليوم ترشح بعلي وبشوف، هل مسموح لسمير جعجع يرشح ولا وليد جنبلاط بيقول له هيدا المرشح تبعوله؟ هل قد سمير جعجع تابع لوليد جنبلاط فوق؟ بكل ادائه، نحن ايمتى شفنا اي نوع من تضارب، اي نوع من اثبات الذات، اي نوع من انه هو انه ما فيهم اثنين يكونوا مجوزين منيح وما يختلفوا بتفصيل؟ أي متى سمير جعجع قال لوليد جنبلاط أنا مختلف بهالمشروع الإنمائي، أنا مختلف بأي شيء؟ وبالتالي سمير جعجع قابل بالسقف يلي حطه وليد جنبلاط. هذا السقف يلي حطه وليد جنبلاط هو اللي فجره لقبر شمون. أنت بقبر شمون فعليا شو صار؟ بقبر شمون في حدا قال أنا بدي أطلع على الجبل دون المرور ببوابة المختارة. صحيح، هذا الشيء الممنوع. سو انت اليوم فيك تطلع لعند وليد جنبلاط وتكفي تقول يلي بدك اياه، شرط تكون مارق بعباءة وليد جنبلاط. كل المصالحات اللي صارت، كل ملف التهجير، كل اداء البطريركية المارونية، ونحن هون لما نقول اداء البطريركية المارونية لانه عودة المهجرين جزء كتير كبير منها خصو بالمدارس. صح، الكاثوليكية، خصو بالجامعات، خصو بفرص العمل، خصو بكروت سكنية، خصو بكتير اشياء كانت البطريركية المارونية لازم تعملهم مثل ما هي عملتهم بمناطق تانية. البطريركية المارونية قبلت بسقف وليد جنبلاط، اجا من بعدها سمير جعجع تيقبل بسقف وليد جنبلاط، ونحن مكفيين بأداء هيك. طيب غسان، في ناخبين هلا بدهم يروحوا ينتخبوا في لائحة اللي هن التحالف العطول بنشوفه اشتراكي قواتي. طيب نحن بس نطلع منشوف بالجبل في كتير من القوات اللبنانية حتى منهم قابضين، يعني حتى هن اللي حليفهم على الانتخابات ما هو سرقهم، هو منعهم يرجعوا، هو مش دافع لهم تعويضاتهم، هو سارق حقوقهم. طب كيف هيدا الناخب بيطلع بيعطي صوته للائحة عارف عليها حليف سارقه؟ لكن اول شيء عليها حليف قتله،
بس تنبلش صح. علي حليف قتله، رجع علي حليف سرقه، مهجره رجع سرقه، منيح؟ يعني عامل فيه وليد جنبلاط ثلاث اشياء. هذا الناخب اللي بده يضل بهذا الخيار السياسي صراحة أنا ما فيي أقله شيء. هيدا عنده صورة شهيد بالبيت واحد، وعنده بيت مدمر، وعنده بيت هلأ بيطلع بينتخب وما عنده بيت، عنده ضيعة بيطلع بينتخب وما عنده بيت يعود فيه. هيدا أنا ما فيي زد له شيء، وأنت ما فيك تزيدي له شيء سنتي. هيدا هو أخذ خيار بس نحن صحتينا قلبه. يعني هيدا إبلان بكل اللي عامله فيه وليد جنبلاط، ورايح يكفي اليوم. ما في يعني في فضيحة، في واحد يقول في فضيحة بدي أخبركم عنها. موضوع المهجرين ما في واحد يخبر شيء. في ناس تهجروا، اندفع على يلي هجرون وما اندفع على يلي تهجروا وما نعمل أي شيء. لا يعني اليوم بس نحكي عن نسبة عودة 30% و35% سقفة، بطل في شيء غسان في يزيدوا أو سنتيا فيها تزيدوا. هذا الشيء شاهد أمام كل الناس. الكتير خطير بالموضوع أنه في جيل عن جد ما بيعرف شيء عن هذا. لا بيعرف وليد جنبلاط كيف هجر وسمير جعجع كيف هجر. هو القوات اللبنانية بخيار السياسي اللي أخذته بوقتها تتحمل مسؤولية التهجير كاملة. واحد. اثنين، كيف وليد جنبلاط هجر. ثلاثة، كيف تصرفوا بكل أموال اللبنانيين. في جيل مع الأسف ما بيعرف شيء عنه. هذا الجيل لازم يعرف وليد جنبلاط من وين جاي، مش بس بالحرب، بالحرب وبالسرقة وكيف بناء الزعامة. لأنه اليوم إجا وليد جنبلاط استعمل هذا الصندوق ليشتغل انتخابات، ولولا هذا الصندوق وليد جنبلاط ما كان عمل الزعامة اللي هو عمله. فهذا شيء كتير رئيسي ببناء زعامته لوليد جنبلاط. طيب غسان، نحن بهولة هذا التحالف القوات الاشتراكي كمان شفناهم هن رموز الثورة للأسف. يعني شفناهم عم ينزلوا وينزل مناصرين ويتظاهروا ويحكوك عن الإصلاح ويحكوك عن هدر أموال اللبنانيين وعن الودائع. هلأ مستجدة عند وليد جنبلاط كمان عم يطالب بالودائع، وهو مصدر أساسي لهدر هالأموال لسرقة العالم. طيب هيدا الثنائي اللي صار هو الثورة وسرق هيدا الثورة، كيف قادر بنفس الوقت هو تركيبة المنظومة؟ شو هالازدواجية؟ لكن هني لا شك إنه القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي بيجمعون كتير أشياء، كتير أشياء منهم الوقاحة. يعني هني اليوم بأدائهم بموضوع الثورة، موضوع محاربة الفساد، موضوع كل هيدا، في وقاحة غير طبيعية. برضو وليد جنبلاط برغم كل وقاحته أقل وقاحة من سمير جعجع. يعني وليد جنبلاط في محل بيقول لك لا إنه أنا جزء من هالمنظومة، أنا سمير جعجع بيروح فيها للآخر وبيرجع بيتحالف معه. يعني ببيعنا ثورة، ببيعنا أخبار، شوي بتلاقيه محالف مع وليد جنبلاط. طب النقطة الثانية، اليوم هن يدعون الثورة ولكن اليوم واضح بالبيئة الاشتراكية، بالبيئة الدرزية، في حالة ثورية لا يمكن وليد جنبلاط السيطرة عليها. نحن اليوم عم نشوف بأرقام 17 تشرين والمجتمع المدني والجمعيات جربت تخترق البيئة المسيحية ما قدرت، جربت تخترق البيئة الشيعية ما قدرت، جربت تخترق البيئة الدرزية. عم يتأكد اليوم بالأرقام أنهن عاملين خرق كتير كبير. اليوم وليد جنبلاط عنده حالة مجتمع مدني جدية ما بتلاقيها بأي مطرح تاني. عند المسيحيين بتلاقي بيوتات سياسية، بتلاقي حزب الكتائب، ما بتلاقي مجتمع مدني حقيقي. بالبيئة الدرزية اليوم في حالة ثورية حقيقية، صعب كتير وليد جنبلاط يسيطر عليها. لأنه وليد جنبلاط ما عمل للمسيحيين وللدروز مجتمع قادر يعيش. يعني هو أراد يعمل ثورة، عم بيصير في ثورة عليه. ايه طبعا اليوم واضحة الثورة عليه. طيب غسان، بدي أسألك سؤالين. أنا صراحة هل معقول أنه وليد جنبلاط كرمال ما تنعاد مشاهد الحرب عم بيعمل ربط نزاع مع القوات اللبنانية؟ يعني كلنا بنعرف انه الحرب يلي صارت بين الدروز والموارنة او المسيحيين فوق كانت حرب ضروس وما حدا بيقدر يتحملها بعد من اول وجديد. هل معقول عم بيعمل ربط نزاع كرمال يخفف الاحتئان بين المسيحيين والدروز فوق؟ السؤال الثاني، كلنا كنا عم نسمع بمعقول يركب تحالف تيار واشتراكي بمنطقة الجبل. لو هذا التحالف ركب، غسان سعود كان رح يحكي هذا الحكي؟ حبلش لك من اثنين للأول. تحالف التيار الاشتراكي كان عم ينحكى عنه بالصحافة لإضعاف التيار ولضرب صورة التيار ولحتى ينسأل إنه إذا تحالفوا شو معقول يصير. تحالف التيار والحزب الاشتراكي غير وارد لا من قريب ولا من بعيد، مثل تبرير للقوات. نعم، لأنه كل صحيح، لأنه كل تقرب وليد جنبلاط من رئيس جمهورية، رئيس جمهورية كان كتير واضح أنه أنا عندي حقوق كاملة بدي إياها بشوف، مش حقوق مقاعد نيابية مثل ما هني. لأنه هني بيفكروك لما أنت عم تحكي عن حقوق المسيحيين بيفكروا عم نحكي عن مقاعد نيابية. لا، ممكن عم نحكي عن إنماء حقيقي، عن توازن حقيقي، عن رفع
رفع حصة الأقضية المسيحية بوزارة التربية، رفع حصة الأقضية المسيحية بوزارة الصحة، و و و ما بنكون بس عم نحكي عن مقاعد نيابية مثل ما بعض الخصوم بجربوا يفرجوا بالشاشات. تحالف التيار والحزب الاشتراكي من عند التيار ما كان وارد، ومن عند الحزب الاشتراكي أيضا ما كان وارد، لأنه الحزب الاشتراكي تيقبل بالتحالف مع التيار بده يكون عم يقبل بشراكة حقيقية. هل وليد جنبلاط قابل بهذه الشراكة الحقيقية؟ وهون بده يروح لتفصيل كل هيبة وليد جنبلاط وكل ما بناه وليد جنبلاط من الحرب ومن صندوق المهجرين ومن النفوذ السوري ومن علاقات داخلية وخارجية، كل هذا الشيء اللي انعمل من 2005 ل 2022 هو شيء بيرفع راس كل مسيحي بالشوف. انت اليوم ب 2018 قدر المسيحي والافرقاء الاخرين وايضا الدرزي المغبون والمكبوت وايضا السنه اللي ما بده زعامة وليد جنبلاط، صار في نظام انتخابي نسبي يسمح بانه يتمثل افرقاء اخرين غير وليد جنبلاط، وهذا الشيء ما كان حدا يتخيله مع شخص مثل وليد جنبلاط. منروح لعند ربط النزاع اللي عامله. ربط النزاع ما بيصير بين شخصيتين سياسيتين، ربط يعني مش اذا سمير جعجع ووليد جنبلاط اتفقوا بيصير في ربط نزاع. اول شيء سمير جعجع قراره بالمواجهه مش بمعرب، قراره بالمواجهه هو قرار خارجي. اذا هلا قالوا له بدنا اياك تتخانق مع وليد جنبلاط بيتخانق مع وليد جنبلاط طبعا، هو بكل ادائه بفرج انه ليش هي بايده. يعني اذا بكره قرر حدا يصفي حسابات مع وليد جنبلاط وقال له لسمير جعجع بدك تصفي حسابات، هول الناس اللي هلا هن مع القوات اللبنانيه اللي قاعدين بدير القمر وبيخدهم سمير جعجع على خيار انتحاري جديد. بس ما هيدا اخذهم قبل على خيارات انتحاريه وكل يوم عم بيقول لهم برجع بياخذكم لخيارات. وبالتالي ربط النزاع الحقيقي بيكون على مستوى القاعده. على مستوى القاعده وليد جنبلاط ما عامل ربط نزاع. اليوم المسيحي عنده كتير ملاحظات، عنده كتير خوف حقيقي، بده حدا يجي يجاوبه عليه، ما بده حدا يتمسخر عليه على التلفزيون، بده حدا يقول له هيدي قصة 1-2-3، هيدي منحل لك مخاوفك 1-2-3 مش بالسخري. يعني اليوم هلأ قلت لنا أنه استخدم الحزب الاشتراكي هالوزارة ليخوض فيها الانتخابات، يعني هالوزارة تحولت لمكينة انتخابية للحزب الاشتراكي، فيك تقلنا كيف يعني قصدك؟ أوكي. في كتير من الجيل الجديد ما بيعرفوا انه صندوق المهجرين هو عباره عن صندوق فيه مصريات، بغض النظر عن كل قوانين عن كل شيء، كل موسم انتخابي بقرر وليد جنبلاط يشوف بهالضيعه اذا هو ناقصه 400 صوت مثلا حتى يكرر زعامته، بيروح بعيط ل 400 بيت او ل 100 بيت، كل بيت فيه اربعه، بيقول لهم هيدي مساعده من صندوق المهجرين. هول المصريات اللي انسرقوا من صندوق المهجرين ما راحوا لجيب وليد جنبلاط. اذا نحن بكره عملنا تدقيق جنائي وعرفنا قد ايه صرف، واصلا معروف قد ايه صرف صندوق المهجرين، ما بنوصل أن المصريات بحسابات وليد جنبلاط بسويسرا. المصريات راحوا للناس، راحوا لناخبين وليد جنبلاط حتى ينتخبوه ب 92 و 96 وبال 2000 وبال 2005 وبال 2009 وبال 2018 وبال 2022. اليوم هلا صندوق المهجرين بعده عم يصرف، طيب اللي هو اداره جنبلاطيه بامتياز، وبالتالي هذا الصندوق يستخدم لحسابات انتخابيه بامتياز، ما خاصه لا، حتى اذا شاف مثلا انه هو بده في 100 صوت مسيحي في يشتري بالانتخابات بيدفع لهم. وبالتالي المقياس مش حتى طائفه، المقياس انتخابي بامتياز. وصندوق المهجرين كان عم يدفع بطرابلس، كان عم يدفع بالمتن، كان عم يدفع باقضي كتير بعيده قبل ما يرجع ابن الشوف، هو معمول بالاساس لابن الشوف، بس هو تحت وصايه رئاسه مجلس الوزراء. هي كل هذه الصناديق اخترعها رفيق الحريري وكلها حطها عنده، وهو كان يتحكم. اذا هو هلا اصحاب مع وليد جنبلاط بيفتح له، بيخلي الصندوق ينفتح منيح. اذا هو هلا مخانق مع وليد جنبلاط بيسكر له الصندوق، وهو عمل مثله. يعني هو صندوق المهجرين واحد من تقريبا 32 هيئه واداره وصندوق. طيب كنت عم بتقول انه ما ممكن يركب التحالف بين الاشتراكي والتيار لسببين، لانه التيار ما بيقبل لما يكون في شراكه فعليه وحقيقيه وكامله وعوده كامله، والاشتراكي ما رح يقبل يعطيها لانه هو تعود يهيمن ويعتبر انه الجبل ما فيك تدخله الا باذنه. يعني التحالف قائم بين القوات والاشتراك اللي اعلنوه، يعني القوات عم يقبل باللي ما بيقبل فيه التيار، بيقبل انه هو يكون حقوقه ناقصه، بيقبل انه يكون في حدا مسيطر على الجبل، بيقبل انه هو يكون ماكول حقوقه، في حدا عم يسرق حقوق مناخبينه ومناصرينه. يعني اللي ما قبل فيه التيار قبلين فيه وماضي عليه القوات. سنتيا ولو نحن بولا اي تفصيل مع الاشتراكي ومع سعد الحريري ومع جبهه النصره، القوات اللبنانيه كانت قابله بتدمير الكنائس. نحن ما بننبش قبور، نحن بنخبر تاريخ قبلت بتدمير الكنائس بالجبل
وامبارح كانت قبلانه بتدمير الكنائس بسوريا، وكانت قبلانه توصل جبهه النصره على لبنان وتدمر الكنائس بالقاع وبراس بعلبك وبكل، ما كان عندها اي مشكله ابدا. اذا مموله والسبونسر تبعولها بده هلا جبهه النصره هي اللي تربح، ما في قرار سياسي، ما في قرار مسيحي، كل هذا الشيء اللي بخبروه عن دق الكنائس، عن دق الجراس، وعن الخطر عن الخطر الوجودي، نحن ما عم نشوف بولا اي اداء شيء اسمه أولوية مسيحية أو خشية على حقوق مسيحية أو خشية على على كل هذا المجتمع أبدا. يعني أنا اليوم في يكون سمير جعجع بشوف علي ما ضروري يكون من منطلق مسيحي، في يكون من منطلق اجتماعي بامتياز، أنه أنا هول الناس بدي ردهم على ضيعهم بمعزل عن شو طايفتهم. هيدا اللي تهجر واللي اليوم عايش ببيت 80 متر بفرن الشباك وبعين الرمانة وبكسروان ومدري وين ومدري وين، هو عنده بيت مع جنينة. طيب مين اللي راح قاتل حتى يحسن له موازنة علي ويصير في طريق سريع من ضيع علي البعيدة على بيروت؟ هل هو وليد جنبلاط أو هو الرئيس عون من 2005 ل 2022 لما كان عم بيقول التيار حتى بس كان ما عنده نواب، كان عم بيقول أنا عندي ناخبين بهذه المنطقة بدي روح أخدمهم. لما سيزار أبو خليل طلع يشتغل بموضوع الكهرباء ما قاموا عليه الاشتراكيين جنون أنه أنت عم بتحط بالضيعة المسيحية وما عم بتحط بالضيعة الدرزية، كان لأنه الضيعة المسيحية من 90 ل 2009 ما حدا مطلع فيها، فإجا عم يعمل توازن حتى بالحد الأدنى تصير، ما بدي أقول قد هديك، تصير فيها بالحد الأدنى مولد كهرباء. طب بالإضافة لهيك بس بدي أرجع لموضوع أبر شمون اللي حكيت عنه، أنه اللي صار بأبر شمون مع الوزير باسيل طلعوا نواب القوات يقولوا أنه إيه ما عليه، ما هو استفزهم لأنه قال الوزير باسيل أنه الكحالة وهيدا الكوع بيشهد على بطولات وحكي عن تاريخ هو واقعي سواء قبلوا فيه أو ما قبلوا فيه، حكي عن تاريخ هيدا المنطقة وحكي عن تاريخ الجبل وأن هي بوابة الجبل. برروا له وقالوا انه ايه لازم نحن ناخذ اذن الاشتراك لنطلع، وانه صار المعتدى عليه هو المعتدى، وانه عم بيبرروا انه فيك تطلع تقوس وتقتل عالم وسقط شهيدين لانه انت يمكن في خطاب ما عجبك، بغض النظر اذا هو مزبوط هيك الخطاب ام لا. ما في شيء بيختصر وليد جنبلاط وعلاقه وليد جنبلاط بازلامه المسيحيين يلي في منهم رؤساء احزاب، في منهم رجال دين، في منهم قد ما بدك اشياء. طب ما في شيء بيختصر وليد جنبلاط وعلاقته وعلاقه ازلامه فيه وبكل هيدا ادى لابر شمون. نحن شفنا واحد عم بيقول انا بأوصك اذا بتجرب تفوت بدون ما تمرق فيني، وشفنا واحد تاني عم ببارك القواص، مش بس سمير جعجع، سمير جعجع وسامي جميل والبطريركية المانونية اللي ما كان موقفها مثل ما لازم يكون لما رئيس أكبر كتلة مسيحية بيتعرض لكمين من هذا النوع، وأربعة المجتمع المدني اللي سكت بوقتها واللي كان حاضر بوقتها، كان عنده جمعياته الإنسانية و و و وكل الإعلام. بس ليه البطريركية هيك عم تسكت فوق؟ يعني بال2001 سكتت وبال2014 سكتت وحتى اضطرت تشيل المطران لياس نصار كرمال طرد جنبلاط، ليه البطريركية المارونية شو التمن اللي عم تقبضه؟ أنا بقول لما واحد يحيط حاله بانهزاميين لهالدرجة بيصير آخر شيء يتأثر فيهم. لو البطريركية المارونية من سنة التسعين كانت محاطة بمجموعة ناس بيحترموا حالهم وعندهم كرامتهم كنا شفنا موقفها أحسن. هذا الشيء كتير بيلعب دور، غير أنه كان في رفيق الحريري، كان في هذا المشروع يلي البطريركية المارونية بلحظة من اللحظات انسجمت معه أو صدقت أو اعتبرت أنه في يكون بوابة ربيع عربي مثل كثير من اللبنانيين، ربيع اقتصادي وغيره وغيره، مثل كثير من اللبنانيين. اليوم من بعد التراكم واضح انه هيدي كلها كانت كذبه. غسان رح ننتقل سوا لنشوف ريبورتاج بفرج الفرق بالارقام، كيف توزعت اموال وزاره المهجرين ووين صارت عم تنصرف اموال وزاره المهجرين. بنشوف سوا الريبورتاج. بالمبدأ هي الوزارة يلي كان مفروض تختم جرح الحرب أو تخفف من أثاره على الأقل وترجع كل مهجر بقوة تهجير المدفع والاقتتال الداخلي وريحة الحرب البشعة وتثبته بأرضه، بس بالفعل وحده المدفع وقف، لا مهجرين رجعوا ولا ضيعة تعمرت ولا عايش مشترك تحقق، وبقيت أثار الحرب بالبشر والحجر. من إنشاء سنة 1992 ولليوم
كل ما تسأل عن وزارة المهجرين بعدك بتسمع عن سماسرة وتنفيعات وملفات مركبة، يعني بالمختصر مغارة هدر وفساد طلعت ريحتها سنة 2019 يوم يلي تقدم وزير المهجرين السابق غسان عطلة بإخبار مدعم بالحقائق والمستندات، علماً أنه بعهد عطلة ما دفع إلا 55 إخلاء، أي ما مجموعه مبلغ 412 مليون ليرة و500 ألف، وبهالمبلغ تسكر ملف الإخلاءات. لكن قبل هالفترة وتحديداً من تأسيس صندوق المهجرين بالعام 1993 ولحين استلام عطلة وزارة المهجرين ببداية العام 2019، سجل مجموع المدفوعات على أنواع رقم مهول بلغ ما يقارب 2885 مليار ليرة، يعني تقريباً مليارين دولار. مفارقة أولى وأساسية أنه 81% من هالمدفوعات توزعت على 15% بس من كل الأقضية اللبنانية، يعني على أربع أقضية هن من النسبة الأعلى للأدنى، علي بنسبة 23.37% يعني مبلغ تخطى 674 مليار ليرة، بيروت بنسبة 23.18% بمجموعة عام تخطى 668 مليار ليرة، من بعد الشوف بنسبة 18.88% بمبلغ فائل 544 مليار ليرة، وصولاً لبعبدة بنسبة 15.58% وبمجموع تقريباً 450 مليار ليرة. يعني عملياً في 85% من الأقضية تقاسمت 19% فقط من مدفوعات صندوق المهجرين. أما المفارقة الثانية واللافتة فهو التوزيع الطائفي للمدفوعات من مجموع تقريباً 2342 مليار ليرة، 60% يعني إجمالي 1397 مليار ليرة توزع على الطوائف المسلمة بنسبة 44% للشيعة، 28% للدروز وتقريباً 24% للسنة. بالمقابل توزع على كل الطوائف المسيحية 40% من إجمالي المدفوعات بين سنة 1993 وبداية 2019 بمجموع بلغ تقريباً 942 مليار ليرة، علماً أنه تعويضات الضحايا مثلاً ما كانت تمر إلا على قاعدة 6 و6 مكرر أو ما بتمر، يعني لازم يتساوى عدد الضحايا المسيحيين والمسلمين مستحقي تعويض الضحايا ولو اضطروا يركبوا ملفات متوفين، المهم يتطابق تاريخ الوفاة مع تاريخ المجزرة أو الاقتتال، يعني وفاة غب الطلب. هيدا بالإضافة لأبواب غير منطقية اعتمدت لصرف الأموال، يعني مثلاً تخيلوا أنه ملايين مدفوعة كرمال ترميم منجز، يعني بيكفي تقول انك رممت بيتك او عقارك على حسابك لحتى تكون مستحق تعويض ترميم منجز، ولا مين كشف ولا مين تحقق. لنعرف شو صار بوزارة المهجرين يمكن بيكفي نراجع مين الجهات يلي تعاقبت على هالوزارة بين 1993 وبداية 2019 وكيف كانت التركيبة. 85% من الوزراء يلي تعاقبوا على وزارة المهجرين من الحزب التقدم الاشتراكي، بالمقابل الوصي على صندوق المهجرين هو رئيس الحكومة شخصياً، يعني ما في دفعة بتندفع إذا رئيس الحكومة ما وافق. وبعدنا منسأل شو صار بوزارة المهجرين؟ يعني غسان بعد ما حضرنا هالتقرير شو رأيك بالأرقام كيف متفاوتة؟ لكن في عندي ثلاث ملاحظات. في أول شيء لما هو يقول لك أنه تعويضات الضحايا بدها تكون 6 ب6 مكرر، يعني احنا عم نقول هيدا الفريق اللي بيعمل طبل وزمر بالإعلام أنه التيار طائفة بيجي بيقلك أنت بيتك مكسور ومهدم بس ما فيني أدفع لك، إذا ما واحد شيعي أو سني أو درزي بيتهدم بيته تأدفع له، هيدا ما بيكون طائفة، هيدا كل هالإعلام وكل اليوم الشباب على السوشيال ميديا والجيل الجديد بيعتبروا غير طائفة أو حتى بيدفع له بلا ما يكون مهدم، والتيار هو الطائفة. طيب واحد اثنين 100% بيدفع له بدون ما يكون مهدم، بيكون اللي هدم البيت بيقبض واللي تهدم بيته بده يقعد ينطر وينعل قلبه ويموت وما يقبض مثل ما فعليا صار بهيدي الحادثة. وإذا هيدا قال أنا لأني مسيحي ما عم تدفعوا لي بيقولوا له أنت طائفة، طيب وبيصير بده يدافع عن حاله ويبرر يقول خيي لا أنا ماني طائفة. طب اثنين ثلاثة التقرير عم يحكي عن المهجرين بكل لبنان، المهجرين بكل لبنان نحن عم نحكي عن كيس خاصة بحرب الجبل، يعني اليوم التقرير بيشمل يلي تهجروا بحروب الإسرائيلية المختلفة، التقرير بيشمل الحرب الفلسطينية مع طرابلس كمان، هيدي كلها فضائحها محدودة. الفضيحة الرئيسية هي شوف علي، هن الفضيحة شوف علي من بعبدة شوي، الفضيحة الرئيسية في واحد هجر الناس ما رجع الناس دفع ليلي هجروا الناس، وبموازاته في مؤسسات وأحزاب دينية ومؤسسات كنسية تا
تفرجت على كل هذه الفضيحة. الصحافي غسان سعود بنشكرك على مشاركتك معنا الليلة. وبالأخير نحن شباب وصبايا سمعنا كثير عن ملف المهجرين، بس اليوم شفنا بالأرقام والمستندات مين اللي هجر، مين اللي منع المهجرين أنه يعودوا، مين سرق أموال التعويضات، وعرفنا مين المعتدي يلي ما بده يخلي المعتد عليه أنه يرجع على أرضه، ومين يلي بنظر بالفساد وببناء الدولة واللي هو هدمه ومنع أنها تنبنى. وأخيرا نحن وضعنا كل هالمستندات ملك الرأي العام، ناطرين القضاء يقول كلمته، وكل حدا عنده رد نحن ناطرينه وجاهزين.